ذلك للحياة الثقافية في الجزائر في الستينات والسبعينات، وعمل آخر هذا العمل الأول، عمل آخر بعنوان نزهة الناظر، بهجة الناظر في ماراثون الجزائر، اللي يتحدث فيه على تجربة شخصية، ويتحدث كذلك على الماراثون كرياضة وعلى المنافسات العديدة اللي يشارك فيها. والعمل الأخير ابتهال تراب الروح، اللي هو إلى حد ما نوع من السيرة الذاتية يعني غير المكتملة. وهذه الأعمال الثلاثة اللي نحاول أنه يعني نناقشها ولو بشكل مختصر إلى حد ما، لأنه صعب أن نتطرق إلى التفاصيل. فمجددا مرحبا بكم، ومرحبا بصديقنا وصديق الأستاذ حميدة العياشي. شكرا لكم الصحة على الحضور. في الحقيقة هي كانت أيضا شكرا لك عبد القادر، كانت استجابة لجلسة النقاش حول كتاب حول ثلاثة كتب خرجوا في سنة واحدة، يعني في 23 يعني بين الربيع إلى نهاية الخريف. يعني كان الكتاب أول كتيب أول كانت رحلة أشتارزي، واللي كانت فيها تقديم الكتاب في الجلفة، لأن المسرح الجهوي للجلفة كان مساهم في إصدار الكتاب، وأيضا دارت ندوة كان معنا الدكتور الروائي أمين الساوي في المسرح الوطني محي الدين، الذي يحمل اسم محي الدين بشتارزي. هذا كان الكتاب الأول. الكتاب الثاني كان حول سميته بهجة الناظر في ماراثون الجزائر، وهو ركزت فيه على أدب الجن، وكانت نوع تجربة تقريبا تأسيسية في ما أسميه بأدب الجري، أدب الجل أو أدب المشي، يعني هو الاثنين، يعني مزج بين الجل والمشي. والكتاب الحقيقة كان الجوهر نتاعو يروي ماراثون ل 42 كيلومتر في الحدث في الجزائر العاصمة، وهو في المشي الطويل، يعني ماراثون في المشي الطويل، لكن من خلال هذا الكتاب الذي كان يجمع بين السرد وفي نفس الوقت بين التأمل الفكري والتأمل الفلسفي حول ماهية الجن. فهو ليس كتاب بمفهوم التعريفي بالجن وكذلك، أو الجانب التقني بالماراثون وكذلك، وإنما فلسفة الماراثون، فلسفة المشي، ولماذا كيف يعني كانت عندها الجاذبية، يعني مارست كمثقف في نفس الوقت يعني كممارس يعني فيها، وفي نفس الوقت حاولت أن أسلط أيضا الأضواء على ظلال هذه الرياضة، يعني هذه الرياضة التي يمكن أن نمارسها ليس فقط ضمن السباق، وإنما أن نمارسها كنظرة إلى الحياة، كنظرة إلى الجسد، وأيضا كنظرة إلى العالم وإلى المحيط الذي بنا. وخاصة كنشوفوا أن كثير من الفلاسفة، وهذا تحرض لي الفلاسفة مثلا اللي تعرضوا إلى فلسفة المشي، وكانوا يمارسون المشي مثل جون جاك روسو، ويتكلم حتى عليه في هذا المجال، كانت أيضا كان يتكلم على المشي كفلسفة وكممارسة، وأيضا نشوفوا فلاسفة آخر كما نيتشا أيضا تعرض إلى هذا الشيء. فهذا فيه هناك تأسيس. وحاولت أيضا في أدب المشي أتعرض إلى تجارب أخرى ربما مارسناها نحن، يعني لكن لم نفكر فيها، موجودة في الذاكرة العربية الإسلامية لكن لم نعمل على تفكيرها، وأيضا مواصلتها إبداعا، يعني من خلال ربما السينما، من خلال المسرح، من خلال الرواية. فنشاهد
وهذا حاولت نتعرض عليه في تأملات في هذا الكتاب. إذا نشوفوا اليوم حنايا التجربة نتاع الحج، يعني المسلمين اللي كانوا يحجوا كان يديروا ما نسموه حنايا الالترا ماراثون، يعني كانوا يمشوا على الأقدام يعني في هذا المجال، وكانت تحدث حكايات يعني في هذا المجال. وحتى يعني في الحديث كيقول لك حتى كيروح يمارس الشعيرة الدينية عندها الحسنات، فأن الحسنات كانت يعني ليست فقط دينية وإنما يعني نوع من التحريض، من التحريض على يعني توظيف الجسد ضمن هذا الفضاء. أيضا نشاهد هذا في الشعائر الدينية، كنتكلم على الحج الصفا مثلا والمروة، يعني نلقى يعني هذا الجسد حاضر، الجسد حاضر في هذه الثقافة. فهذا حاولت تكلمت على هذه التجربة، تكلمت أيضا عن المشي في تجارب ثقافات أخرى، يعني هذا ونقا حتى كلمة البوذية أو غير ذلك، يعني يبقى هذا الحاضر الجسد الذي يتحرك الذي عنده علاقة مع هذا الميدان. إذن وحاولت تطبيق ذلك من خلال مجموعة من الرياضيين أساسا متعبين متخصصين في المشي الطويل وأيضا في الجري، وحول درنا يعني تجربة ماراثون في 42 كيلومتر، 42 كيلومتر حوالي 8 سوايع إلى 9 ساعات يعني من جري نهار ولا في هذا في العاصمة. ومن خلال هذا أن تبعتهم عشت معهم التجربة وحاولت أن أقدم الصور الخفية للجزائر العاصمة، لأن الجزائر العاصمة في الحقيقة لا نعرفها، يعني كل واحد منا سواء اللي جاء وهو صغير إلى الجزائر العاصمة أو حتى ولد مثلا العاصمة، نعرف فقط يعني دي روبير، يعني قال أريني القرية ولا في الحومة ولا متقفين عندهم مراكز يعني يكون فيها واحد الجامع إلى آخره. لكن الجزائر العاصمة أنا واحد واللي اكتشفتها مشيا أكثر يعني في المجال نهار دي في التحضيرات نتاع الماراثون وكيف بدينا نديروا هذا. فأنا حياتي في العاصمة الآن أكثر من 40 سنة، يعني جيت بعمر 18 19 سنة إلى العاصمة وعشت فيها. كان يبدو لي أنني أعرف الجزائر العاصمة، لكن كي خرجت من بعد خرجت من عالم الكتب واللقاءات ويعني المكان ضيق جدا نتاع الصداقات ونتاع كل يعني في هذا. وكي بديت ندير مثلا نجي نمشي في العاصمة نخرج، قال اليوم نقرر نبيع في العاصمة، فندي الأماكن اللي ما تجيكش في راسك أنت تديرها، نطلع مع الدروج نقطة في يعني في كون ما تكونش عندك حاجة ما تروحش. وهنا بدا اكتشاف الحقيقي داخل العاصمة، نكتشف جمالها، نكتشف نوعية الأبواب اللي موجودة، حتى النظافة اللي ما نلقوهاش في الظاهر العاصمة نلقوها في هذه السقيفات في كذا. وانا نتكلم حسب عن طريق تروح البزريات تكتشف الحقول، تكتشف شغلات أخرى، تغدى مثلا فوق تريبلي وتزيد رايح تكتشف عالم آخر تماما، مدينة لا تعرفها. يعني مدينة احنا مثلا كمثقفين وراك مطاعم مقاهي إلى آخره مكتبات، فهذه نكتشف وش لا نعرفه. فبعد 40 سنة بديت نكتشف هذه العاصمة، وهذه ترجع أيضا مع التاريخ. فنذكر يعني كي نشوف مرينا مثلا على جامع كتشاوة فنتروي جامع كتشاوة ما قبل ما يكون مثلا جامع، عندما تحول إلى مثلا كنيسة يعني في هذا دخلنا إلى أدراج القصبة فتحكي أيضا عن القصبة. نروح مثلا إلى المدينة الأوروبية يعني في هذا باب جديد وكذا وصناعة العمارة يعني الأوروبية. فهذا من خلال المشي من خلال هذا الماراثون في 42 كيلومتر كيف يعني رويت العاصمة من هذه النظرة الجديدة من خلال هذا. فحاولت خلال هذا الكتاب أن أساهم في تأسيس تقليد جديد في الكتابة، يعني جديد من حيث الموضوع، لأن المشي إحنا كنا رانا ندير المشي يعني حتى كنكونوا صغار المشي مع الجري، يعني اللعب نتاعنا كلها كانت تقوم على الجسد وتقوم على الجري في هذا، سواء في مختلف المناطق يعني سواء كان في الشمال أو كانت مثلا في الصحراء أو في الجنوب، وكان اللعب يعني ترتبط مع هذا، يعني كان الجسد حي، الجسد متحرك. فهذا الجسد مع العمر الذي يدور
ويبدأ ينكمش على أنفسه ويغلب الخمول يغلب الكسل وتنعكس حتى على سيكولوجية، لأن في الرياضة في الجريبة مثلا كيف ندير الماراثون أنشف أكثر اهتمام، يعني خاصة الكحول في الوزن أو في الرشاقة تاع الجسد، خاطر في فترة معينة يعني يدفق الجسد نشوفه الآن، وفيه اهتمام نشوفه في التواصل الاجتماعي نلقاو كيف يمكن تهبط الوزن نتاعك إلى آخره، فهذا ينعكس. فالرياضة يعني إذا الرياضة مثل المشي أو مثلا الجيم، فهذه أولا تحدث كثير من الأشياء، لأننا أصبحنا نعيش في البيئة مش نقولوا موبوءة يعني في هذا المجال، فأنت معرض، الجسد أنت معرض. إذا نشوف الجزائريين قاع عندهم الكولون، قاع عندهم السكر، فهذا الجد يساعد على ذلك. وبالتالي نحكي في هذا الكتاب من جهة الشخصية، يعني يأثر حتى ككاتب، يعني في هذا يأثر حتى على إيقاع الكتابة نتاعك وعلى نظرتك إلى العالم تختلف. إذا يشوف واحد يجري أو يدير مشي ساعة في النهار أو مثلا ساعة ونص أو على حساب في هذا، كي يكمل يحس يكتشف فيزيولوجيا يعني إفرازات نتاع السعادة اللي قادرة تكون، وهنا في تغيير نظري. إذا الفيزيولوجي مرتبط بالنفسي، مرتبط بالروحي يعني في هذا. وعندما تمشي أو تجري فأنت في علاقة مع الروح، في علاقة مع الجانب الخفي اللي منشوف في الجن وليس سباق. ويعلمك الإيد الماراثون أنك لا تتسابق مع الآخرين، أنت مع الآخرين لكنك في نفس الوقت وحدك، أنك لست ضد، يعني خاصة رياضة الجري، كرة القدم فيه منافسة وفيه أنانية. الجري لا، يعلمك سام مع نفسك. وحتى اليوم قال تجري أو تمشي، قال يمشي ساعة غدوة، الهدف نتاعك أنك تزيد فوق الوقت هذا. تجري قال مثلا عندك 10 كيلومتر فرضا، درتها في ساعة ونص، المرة الجاية تبقى تقول نديرها في ساعة ونص قبل دقيقة. فالتحدي هو مع الذات، التحدي هو مع النفس، وهذا الشيء يعطيك ثقافة جديدة في علاقاتك مع الآخرين ومع محيطك. إذا تقريبا هذا اللي حاول نتكلم في كتاب الكتاب هذا نتاع الماراثون في هذا الكتاب. الأخير هو النوع من السيرة، أو السيرة مرتبطة ذاتيا بسيرة الفقد، يعني العائلي تاع بنت يطلع في 30 سنة، لكن هو هذه كانت أيضا هو دليل في نفس الوقت كانت سيرة لثلاث عقود، يعني ثلاث عقود، علاقة الكاتب مع زوجته تعرفوا في الجامعة، بس زوجته في نهاية الثمانينات، وكان جزائر أخرى في نهاية الثمانينات، ثم نعيشوا يعني على الأقل الحياة العائلية اللي عشتها، لكن عشتها العشرات من العائلات، خاصة احنا إذا نتكلم عن طبقة متوسطة، يعني صحفي، الزوجة مثلا أستاذة يعني في هذا المجال، لكن مثقفين وعائلات أخرى، يعني التسعينات هدات هزة عميقة داخل المجتمع ومختلف الفئات نتاع المجتمع الجزائري. فاللي اضطر الأقدار نتاعهم يسافر، فتفكوا كثير صارت كميتا كثير من العائلات، وعاشوا كل عائلة عاشت دراما بشكل آخر، يعني في هذا المجال البنيات الفكرية والثقافية بدأت تعرض إلى اهتزاز. فأنا أحكي قبل عندك كل أشياء، يعني بقات كيفاش يشد واحد في الحياة، كل واحد اختار شكل من الأشكال اللي اختار الهجرة أو المنفى، اللي اختار يعني الانزواء الذات أو الهجرة الداخلية، يعني المنفى مثلا الداخلي، إلى جانب كل المخاطر اللي كانت على الحياة، أو اجتماعيا أو سيكولوجيا، الفقدان يمكن يتكلم على 200,000 قتيل أو مثلا أكثر، معنى عائلات يعني تمسك كل واحد منا وأترك، وهذا المأساة اللي كنا مثلا عشناها أثرت كثير، والارتدادات نتاعها والإفرازات نتاعها استمرت، لأننا لم نقم بتفكيرها ولم نقم بالحديث عنها، لأننا نتداوى عندما نفكرها وعندما نناقشها وعندما نحولها إلى قيم جمالية، يعني وهذا كما يجب الشعوب الأخرى. إذا نشوفوا في
الولايات المتحدة الأمريكية فترة من العنف البحث عن الثروة إلى آخره، خرجت فئة معينة لمجتمع معينة ولأمة معينة أو أمة جديدة وتساوي من خلال أفلام الكوبوي من خلال أفلام وكثير يعني شعوب التي عاشت حروب كلها إلى يومنا هذا نشوف أوروبا ما زالت تنتج أفلام عن الحرب العالمية الأولى عن الحرب العالمية مثلا الثانية لم يتوقفوا لحظة في هذا وبإشكال جديدة إلى آخره. أيضا الكتابات توجد روايات إلى يومنا هذا عن الحروب يعني في هذا ليس حبا في الحروب وإنما كيف يمكن التعلم من تلك الحروب يتجاوزون يعني مأساة الإنسان في النهاية يعني الإنسان. فأنا حاولت في انتهال روح عندي استفاق كثير يعني تعرضوا هذاك الوقت الى الفقد الى الموت يعني الى بشكل رهيب ومريع. الناس اللي الزملاء الصحفيين حتى اللي عاشوا المنفى وقاموا بالانتحار وحاربوا ارواحهم في تلك الفتره ما عيش في ديبان يعني اخبار تفوت لان هذاك الوقت خلاص يعني يوم يعني خبر يكتب خبر يكتب خبر. فنحن يعني بغيت نقول ان الكثير منا اننا قال ما نحكوش على هذا لا العكس يجب أن نحكو حتى نتداول لأن نسبة كبيرة من العائلات لا زالت مرضى وهذا المرض تورد إلى الأولاد نتاعهم وإلى الأجيال الأخرى بشكل ظاهرة الحرارة مثلا هي نتيجة من هذه النتائج اللي عشناها نتيجة عنف معين في اللاوعي في الأشياء الجماعية أيضا نلقاها. إذا عندما كمثقفين عندما كنخب خطر هذا هو المهمة أو الوظيفة نتاع الذين يفكرون يعني الجامعة يجب أن تفكر في هذا تشوفوا مدن يعني تشوفوا مدن الآن في فترة معينة كيفاش تحولت الجزائر لكن شوفوا الآن جامعات كثيرة يعني على مستوى يعني الانفراستركتور بناء تحتي كاين جامعات لكن هذه الجامعات الآن لا تشتغل على هذا المجتمع ما تنجم أي ولاية ولاية ديارت ولاية مش عارف تبسة ولاية كعلي فيها الجامعة بسكرة إلى آخره فالمجتمع ما لقاوش يدير أعمال على هذه الأثار يعني هذا مثال الانعكاسات على العمران الانعكاسات على السلوك الجزائري يعني كنتكلم في جميع المجال في علاقة الجزائري مع الثقافة الجزائري من فترة هذه ازداد انغلاقا كل تقريبا العالم ازداد انفتاحا يعني في هذا الجزائري بقى يلقى ذرائع نشوفوا الآن أمريكا ما زالت الرواية ما زالت تشكل حاجة كبيرة رغم سبقنا التكنولوجيا احنا إذا نشوفوا مثقف لا يقرأ ولا يقول لك خلاص خطر التكنولوجيا العكس الآن يعني احنا ما عدناش اليوم دور نشر ما عدناش احتفائية بالكتاب وبالرواية باللقاءات الثقافية وهذا في نفس الوقت الذي تنتج الجامعة يعني آلاف المتخرجين يعني في هذا المجال ما عدناش صحف ثقافية ما عدناش يعني العكس إذا نديروا مقارنة يعني في هذا إذا نتكلموا على فترة الأحادية على الأقل جيلي أنا أو جيل الأستاذ أمين الزاوي يعني في مدينة صغيرة كما سيدي بن عباس كانت عشرات المكتبات كان آخر كتاب يخرج في القاهرة أو في بيروت أو في فرنسا ولا في هذا بالألمانيا شبيل كذا نروح ننشره كانت الدولة حاضرة بالدعم نتاع الكتاب مجلة احنا ننشروها سوش دانانير ولا احنا اليوم 500 يعني في هذا يعني كانت الهلال الاقلام كلها كانت موجوده وانا نحكي نفسي كنت نقرا في الصيام ولا نلقى اذا ثقافتنا ديالي راهي في الشارع موجوده بالتالي بالصفه اللي نقرا ونلقى الاجواء كنا ايضا في المسرح كثير الفرق الاجنبيه كانت دائما حاضره يعني في هذا ماشي في مناسبات والدور يعني الدور حتى في مدن داخلية كيقول مدن داخلية الكتاب كان يكسر مثلا كنا نتكلم عن الكتاب ولا عن الكتاب لما دينا تسمع بس قال أقل موجودة في الشمال لكن آخر قرية في بشار كان يكسر الكتاب كان توزيع تعليمات نتاع مثلا الدولة كانت يعني وكانت شركة الأصناد أو هذا موجودة وعندها الفروع نتاعها إذا احنا انقلبنا عندما قمنا بالانفتاح من 88 ازددنا انغلاق في هذا وحتى ولى الجزائري يعني نوع من السيزوفرينيا وفي هذا الدخل وحتى البسيط نقدم فقط أن نخب أصبحنا أكثر يعني انغلاق في هذا وحتى كي جات وسائل أخرى تكنولوجيا الاتصالات التواصل الاجتماعي لم نقم بالاستثمار في هذا العكس يعني بدينا باسم الانفتاح بين قوسين
ننتج يعني ثقافه تصليح القيم. ونعرفوا اليوم نعيشوا حرب، حروب ثقافيه في الوطن اللي نعيشوا فيه، ولا حتى حروب القيم ولا غير. اذا انت لم تحصن نفسك من الداخل ليس بالانغلاق. وانما بالتمكن، تعطي الطفل نتاعك وسائل التفكير ويقدر يقرا. الطفل يقدر يقرا خاطر هذا لا يعني نقول كاين دوك الانترنت ما يقراش. نشوفوا شعوب المانيا، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحده الامريكيه، امريكا اللاتينيه، الهند، كذا. لا نلقوا لا 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 لا. هم يترجمون، يعني يترجمون كل الثقافات ليس فقط الثقافه نتاعهم. اذا تقريبا انا هذا كيف نتكلم على السيره، هي اكثر هي سيره جي وسيره حاضر، وايضا سيره من خلال لحظه اليمه، من خلال الموت. وهو كان نوع من الكتاب، نوع من تكريم بنتي مثلا ابتهاء، لان باختصار ونغرق هنا مثلا. هذيك الفتره كنت كصحفي عايش في بوفاري، معرض لعدة محاولات مثلا قال اختيار. كان هدف تاعي كيف احمي الاسره تاعي وين المكان شويه امن بالنسبه لبوفاريك، لان كان في معقل كبير. اذا فانتقلت تشريت بيت في الوقت، كانت في امكانيه في الوقت، تعرف الساره وكذا. البيوت يعني مش كيما الشمال هذاك الوقت ما يسكنوش الباطيمات يعني تقريبا. دونك احنا شو شنو بقيت انا علاقتي هذه اللي بغيت نخرجها في الكتاب باش نتكلم على ابتهال رحمه الله. فالأم درس عندي هذاك الوقت كانت كنت بنات وذكرين يعني كان خمسه. فاللي كانت كيف في هذاك الوقت تخليهم حب القراءة وحب المطالعة وكذا. أنا ما كنتش مطالع على التحول تاع المدرسة، إذا كنت في الطريقة تقريبا التقليدية. قال اوكي واش تعطيهم؟ مطالعة، نعرف شفت كتب ملخصة تاع شكسبير وكذا، سارة وإلى آخره، كانت هي الكبيرة أن الترجمة، وكانت مثلا كانوا صغار، فكنت شفت طريقة بسيطة، الأم هي اللي كانت توقف عليهم، والشيء يديروا كان مثلا خلاصة نتاع هذا، ندير لهم الإملاء، يعني اللي قريته أنا. قال الأخرى الأمور تاع المدرسة ومحيط وكذا كانت معقدة، روحنا في طريقة بسيطة في اللغات، يعني في ذلك الفترة العربية والفرنسوية والإنجليزية. الآن النتيجة نشوفها هذه درتها بمعزل عن العام في ذلك الفترة كله. وكانت الطريقة حتى في يكتبوا ولا في هذا أنا نغيب، أنا كنت بين العاصمة وضيع تاع الصحافي، نشوفه مرة في السمانة ولا مرة كي هبت ولا خدت 15 يوم، كنا نديروا حاجة، كان أنا نشوفه. انتوا تكتبوا لي واش عشتوا ولا رسائل، وانا نكتب لكم ايضا رسائل. وخلقنا هذا التواصل، اولا حافظوا على الانسجام او التوازن النفسي في غياب الاب، وكانوا يكتبوا قصص ويكتبوا كل هذا. من بينهم كانت مثلا ابتهال. بعد سنوات يعني هذه الفتره كنا نديروا رسائل، وانا هذا من تجربه المراسلات كان يندار برا يديروا هذا ادب، نوع من ادب المراسلات بيناتنا احنا وصغار بافكارهم، او كنت نعرف اولادي من خلال الكتابات نتاعهم. كان ساره او هذه كانت من بعد كل واحد ودات مصير. انا نقول نموذج هذا اللي عشنا في عدم استقبال كلي بوفاريك غادرناه، زادوا داروا اللي سوق تما كان سوق هذاك فواتير بيجي راحت الدار يعني في هذه. انتقلنا الى بين البيرين وبين سيدي بلعباس الى غايت، عاودت رجعت الى الجزائر العاصمه في اواخر 1998 قرب يعني. بداوا في مدرسه عموميه من بعد راحت في مدرسه، لكن في النهايه صار اللي عادل لها اللغه العربيه والانجليزيه ودات ديجا ترجمه ابتهال نفس الشيء، رغم انها دارت ماليه واقتصاد، لكن لغتها في الثلاثه يعني سواء كانت العربيه او الانجليزيه او الفرنسيه جيده. لم كانوا في مكانها، كانوا عاشوا مع ولاد الشعب، لكن النقل راس مال رمزي اللي احنا عشناه وتكوننا به كجيلي كان هذا ساعد. هذا ساعد بور لانيكدوت. ونكمل هنايا، كملت هذاك الوقت عند الجزائر نيوز ودرت حفل في الجزائر نيوز، عرض بعض السفراء من بينهم السفير الامريكي اللي كان يتكلم العربيه جيد، كانوا هما صغار كانوا يقراوا في المتوسط جوبونس. ف سالني من بعد السفير الامريكي
قال لي وين البنت نتاعك كان هضروا مع الانجليزي وين تعلموا الانجليزي الامريكي؟ انا ما كانش عندي جواب. قلت له في المدرسه قراوا ما كانش عندي. قال لي لا لا تعلم الانجليزي الاقصى ولا قال لي امريكيه. ولا رحت سقسيتهم قلت لهم كيفاش البنات تعلمتوها؟ الجواب كان بسيط تماما. قالوا لي في ام بي سي 4 يعني وهذاك الوقت ما كانتش القنوات بالقوه يعني فتشوف فاجأني انا هذا نتاع لان اللي قريت الانجليزيه كيما ما كملتش ولا في هذا دونك فهذا دونك نحاول من خلال هذه التجارب الثلاثه نتاع مثال الحاج باشتارزي من خلال الجيل الاخر كيفاش راح امريكا وهو الذي كان يشوف العالم والحداثه كلها في فرنسا وبريطانيا والمانيا فخلال فتره صغيره حوالي 73 اكتشف شيء اخر وحتى كانت متاخره وكان كان تاسف لان كان داخل في الثمانينات انه يكتشف راح البرودواي والدور اللي كان زياره ومن خلال هذا حاولت ان ابلغ تجربه واحد مؤسس في الحركه المسرحيه الثقافيه وواحد مؤسس الحركة الوطنية وهو مصري الحاج فمصري الحاج كان حاب يكون مسرحي ممثل وهو ولد زاوية يسموها الدرقاوية يعني هذا مصري الحاج وغادي يكون باشتارزي كان مؤذن يعني هذا اللي نسمعوا الصوت نتاع خاصة رمضان في ألجي الصوت تاع المؤذن هذاك هو باشتارزي هذاك اللي المغربية وهذاك اللي تبقى مسجل يستعمله مثلا السجل نتاعو دونك كان ايضا هو ولد يعني عنده تكوين روحي وفي نفس الوقت مفتوح على الحداثة مثلا باشتارزي وجبت اخر قارن بيناتهم وهو فرحات عباس فرحات عباس يلتقي مع باشتارزي كانت عندهم نوع من يميل الى الليبراليه سميتها الليبراليه المكبوته يعني هذا ونفس الشيء اللي صار لباشتارزي خلال هذه الشخصيات واحد كان مؤسس لليبراليه داخل الحركه الوطنيه وواحد مؤسس الى الوطنيه الراديكاليه لسان الحاج وواحد اللي اسس الثقافه واحد في الثقافه واحد في السياسه وحاولت هاوجي واحد تقريبا يعني هذا كيف قام برياده وتاسيس وكيف يمكن اليوم وغدا اننا نواصل باطلاعنا على التجارب نواصل الى شكل اخر من جزائر اللي قد تكون تاع التسامح وتاع الحريه وتاع الحوار بين الناس. مختلف وهذا اللي يجعل منه بالفعل يمثل تيار جديد في سلوك المثقف وايضا في مقاربه المثقف لما يحدث على المستوى السياسي على المستوى الثقافي على المستوى الفني على المستوى واعتقد اننا نحتاج كثيرا الى مثل هذا النموذج من المثقفين انا قرات كتابين في الحقيقه تاع اللي يتكلم عليه مسيح ميدا قرات كتاب باشتارزي وقرات كتاب ابتهال كتاب الجري قريت بعض الفقرات منه في لما كان ينشرهم في على الصفحه تاعو ولكن ككتاب ما قريتوش ولكن يبدو لي ان كتاب باشتارزي واحد من الكتب المهمه جدا كما حميده قال كتيب انا اعتقد ان هذا كتاب ونص ليس كتيب بمعنى انه يحمي الكثير من الاسئله حول تاريخ الثقافه الجزائريه حول تاريخ المثقفين السياسيين حول شخصيه باشتارزي نفسه كيف تشكل حول تحول علاقه الوعي الوطني او تشكل الوعي الوطني من توجه اوروبي الى البحث عن مصادر اخرى وهو امريكا وهذا هو النقطه المركزيه في الكتاب كيف ان الحركه الوطنيه لا يجب ان تتشكل الا فقط في باريس قال مثلا نقابات يعني اغلب الحركه الوطنيه الجزائريه خرجت من نقابات في النقابه العماليه في فرنسا بما فيها مصالي وغير ذلك ولكن حين يذهب يقول ان الوعي يحتاج الى افق اخر ويذهب في هذه الرحله
ولكن انا اثارني كتاب حميده فقرات شويه على بشتازي خارج كتاب حميده وهو تكمله. يبدو لي ان مش عارف حميده يمكن يصحح لي. يبدو لي ان بشتازي عنده عقده سيكولوجيه معينه وراح نقول لكم شنو هذه العقده اللي عنده. بشتازي اعتقد في الخمسينات الاربعينات كان مشى في رحله في باطو وذاك الباطو الباخره غرقت وقيل بانه مات وغاب 3 سنوات ولما رجع جبر زوجته تزوجت جبر زوجته اللي كانت هي زوجها يعني زوجته لما رجع قالوا له السيده راها تزوجت قال كيفاش زوجك خلوا بالي احنا بنات على بالنا بانك 3 سنين يعني خلاص مت وانتهت القضيه. فبدا يبحث عن افق اخر يبدو لي بدا يبحث عن افق اخر وذهابه الى امريكا هو جزء اخر من بحث عن هذا الافق اللي فيه اطروحه اللي طرحها حميده هي اطروحه السياسيه والثقافيه والى اخره وايضا فضول المبدع ولكن ايضا فيه هذه الحس السيكولوجي. لا اعتقد ان واحد يغيب 3 سنوات ويرجع ويجبر زوجته تكلموا التراث يجبر زوجته تزوجت وما يصابش بنوع من الصدمه وتزوجت وشاب ومن بعدين يعاود يتزوج ماركو هي اللي تكون تلعب معاه لما ترجع تكون تلعب معاه في تقريبا التجربه تاعو كلها دارها مع زوجته في المسرح. فايضا بشتازي قوته كيف انه استطاع ان يدرك حميده يشيرها في الكتاب كيف ان بشتازي يصل الى ادخال المراه على الخشبه. ثم تعرفوا بان في المسرح في البدايه كانوا الرجال هما اللي يبدلوا النساء ومرات بعض المرات ان النساء اللي كانوا يمثلوا كانوا يجيبوهم من البواخر باش يمثلوا لان عندهم كان انهم اكثر ولكن اغلب الاوقات كان الرجال هم اللي يمثلوا النساء. بشتازي عمل تجربه اخرى هو انه يشتغل مباشره مع المراه وليست اي امراه هي زوجته وهذا واحد من اكبر الذي حققه بشتازي في ربط الجانب الاجتماعي جانب تحرير المراه مع الجانب الفني وتحرير عقليه مفهوم الاسره الجزائريه لان الاسره هو كان يعيش في القصبه يعني يعيش مع اولاده مع الشعب ولكن مع ذلك كان كرائد حقيقي في تغيير الذهنيات وتغيير ايضا السلوكات لدى المثقف ولدى الجميع. الكتاب الاخر وهو كتاب ابتهال كتاب جميل جدا يقرا على مستوى الرثاء ولكن ليس الرثاء بمفهومه البسيط الوصفي ولكن الرثاء بمفهومه الفلسفي. كيف نتامل الموت؟ كيف نتامل الروح؟ كيف نتامل الفرق والفراق؟ وكيف نتامل ايضا الاماكن التي خلقت هذا الخوف من الفراق والاماكن التي خلقت امكانيه التفكير في الفراق كما كان يحكي الرحيل تفجير التهديد بالموت محاوله الاغتيال كل هذا ايضا توقع علاقتنا بالموت وهو يطرحه بشكل مثير جدا وفلسفي. وهذا الكتاب ايضا فيه لغه شفافه حتى عندما يتحدث عن اشياء ثقافيه او عن اشياء عائليه يتحدث عنها بلغه تقترب من الشعر دون ان تفقد السرد ودون ان تفقد العمق الاجتماعي والسياسي في القراءه. بطبيعة الحال الكتاب الثالث وهو حول المشي انا عجبني وانا كنت كتبت مره كرونيك باللغه الفرنسويه حول كوم يسابل قلت لك كنا نتحدثوا مره في التليفون اروكي موراكامي والجري. ف
فتوجد بأن بالفعل حميدة كما قال حميدة أن كثير من الكتاب الكبار يمارسوا الرياضة ليس من أجل الرياضة ولكن ليس من أجل رياضة الروح وأي صحيح الجسد هو مركز ولكن رياضة الروح ورياضة اللغة ورياضة الكتابة. الكتابة تحتاج إلى رياضة فعلا وأنا أمارس الرياضة وأمارس المشي والجري إلى آخره. الكتابة تحتاج إلى فعلا إلى رياضة الروح. شفنا لو نقرأوا المسيرة تاع اسمحوا لي طول شوية لو نقرأوا المسيرة تاع أكيد حميدة قراها المسيرة تاع فلوبير أو بالزاك سنجد أن بالزاك وفلوبير كانوا يوميا يمشيوا ويعتقدوا بأن الكتابة خاصة السردية تمشي مع الخطو. يعني كل كان عند الربعة ولا الخمسة تاع العشية يخرجوا يديروا ويرجعوا ويمشيوا ويجيوا ويمشيوا على أساس أن المشي هو عبارة عن تحريك للسرد وتحريك للخيال. وأنا أعتقد أن هذا ليس خطأ ولكن هي مقاربة لعلاقة الجسد علاقة الحركة بالكتابة وعلاقة الحركة بتجديد الخطاب في الرواية خاصة في السرد. شكرا. أحمد مشياش مهندس دولة في الإعلام الآلي وعامل في ميدان الاتصالات. دخلنا هذا عالم الجري هذا عندي أكثر من 10 سنوات وهو يعني عالم يجمع نقولوا خير المجتمع الجزائري الدليل شيخ حميدة معنا هو فلسفة حياة لأنه يجمع بين الجانب الجسدي وعنده دائما واحد العلاقة مع الجانب نقول الروحي ولا كاين دائما هذيك لا فيزيون هذيك فوالا. ومن بعد حنا لما اكتشفنا هذا العالم هذا حبينا يعني نبسطوه وفولي لو فيلغاريزي باش نحكوا المجتمع على القيام بالرياضة. لحد الآن نقول الأنشطة الرياضية قليلة جدا في المجتمع الجزائري تاعنا. ممكن نقص الإمكانيات ممكن نقص ثقافة الرياضة. وفي فترة ما كان فيه فراغ في الفترة اللي جت بعد الكورونا يعني حتى المسابقات القليلة اللي كانت نقصت. وجات فكرة هكذا أنا وصديقي مجيد اللي تكلم علينا أستاذ أحمد حميدة في الكتاب تاعو بدينا نديرو بعض السباقات يعني بطريقة نقولوا يعني نجتمعوا هكذا كأصدقاء. بدينا نبرمجوا بعض السباقات الصغيرة 10 كيلومترات ممكن أكثر وما جاتنا الفكرة هذه قلنا لماذا لا نقوموا بماراثون المشي لأن الماراثون يعني في التعريف تاعو أنه جري لكن حنايا درناه بطريقة مشي وندوزوا على محيط الجزائر العاصمة. ممكن أستاذ حميدة تكلم عن الأخر يعني بدينا من باب الواد ثم القصبة ثم البلد المركزي الحامة مقام الشهيد التلفزة الوطنية لبيان شراقة باينام بوزريعة ومن بعد عدنا غلقنا البكرة تاعنا غلقنا الدائرة في باب الواد فوالا فيها وين قلنا حميدة جمعنا كمشارك كنا عدد المشاركين كنا ما يقارب 50 مشارك فوالا كانت تظاهرة يعني ممتعة لينا حنايا كرياضيين. وفيها شفت حميدة كان كيما نقولوا بالدرجة تاعنا كان في عالم آخر يعني كان في عالم آخر كنت أنا نلاحظوا هكذا قلت له حميدة راهو يكب لهنا فوالا. والطمرة اللي دارها يعني كانت هذا الكتاب هذا ولا أنا الشرف حنايا اللي دار هذا الكتاب هذا وين يجمع بين عالم الجري وبين عالم الكتابة أو الأدب. ونظن انه الكاتب الاول في العالم العربي اللي دخل هذا الميدان هذا هو ميدان رائع قلت لكم يعني يضم خيرة المجتمع. حنايا لنا الشرف ان كنا معاه في هذه المظاهره
وان شاء الله كتب اخرى ان شاء الله وثقنا. الصدف التشاء انه كاتب ياسين اليساري كذا يمشي لمكة بينما الاخر يمشي الى طبعا كاين الفرق ولكن مليحة اذا تحدثنا قليلا على هذا المقارنة. شكرا سيدي القدر يعني هو مهم لكش اشرف لهذا وهي البلد محتاجين هو محتاجين الى لقاء مباشر الحوار ضروري الحوار تقريبا مش مفقود وهذا يعني ما نحسوش في كذا هذا تحب مسؤوليه المثقفين انفسهم نحن نقول المثقفين الشماليين الاعلاميين ما مش يقوموا بالعمل نتاعهم حتى يقوموا في مصالحه الذات نتاعهم مثلا تاع الشاب الاستاذ شكر اشار الى شيء مهم لان احنا كاين خمول وكاين الكسل وتغاد كاين تكلموا على التخلص من الايديولوجيا بالمفهوم السلبي للايديولوجيا بالمفهوم المشوه بالمفهوم النمطي في هذا وهذا اللي يغلب للاسف يعني يغلب الان عن فئه المثقفين يعني الغالبيه عند المغاربه لكن ايضا عند المثقفين يعني وبالتالي نديروا صور منمطه ولا نقرا لبعضنا بعض يعني انا كان اليوم امين الزاويه راني يتصور انا ربما هو ما يختلفش معاه لكن يتصور انه يختلف معه يكفي وهذا ما شناه عشناهم في فوضى الاعلام يعني كما فوضى الاعلام بالمفهوم الواسع اليوم كما التواصل الاجتماعي خطر من كثير الشارع يتفوت اكثر منه الان ما عندناش هذه مناظر جاده تاع النقاش هذا يختزل غدوه ربما امين الزاويه او انت ولا انا ولا الاستاذ يقدر وينمد في هذيك الصوره وبالتالي الثاني هنايا فيه العمل التلاعب بالعاطفه والجمهور يعني كان في الفيسبوك ولا يجي يختصرها ببساطه كان خلافه يرد على اساس هذا مؤمن وهذا ملحد ويطلقها فيها صحيح. حتى ما ناقش حتى المفاهيم قال هذا علماني هذا كذا فهذه سيطرت وبالتالي ما خلتناش نسمع ومن ضفتين او من فنختزل الاشياء نعطيك شو مثال نولي على كاتب ياسين نعطيك وانا ولا انت ولا رانا اكثر شخصيه مش بالسهوله هذيك يعني رانا اكثر تركيب وتعقيد مما تلخصني في كلمه او كلمتين بكري نتلاقاو مع المثقفين عندك يكون شاب ولا حتى يقول لك شفتو في الصحافه احنا كتعدنا يقول لك بصح انت باش يتهنى صرت كده علماني ولا اسلامي ولا يتهنى فيحاول ينم افريقيا اللي تكلم معك بهدوء ومراه راه داير نهار اللي ما يلقاش هذا فما يبقاش متاح غامض تريتها في المثقفين بين الثلاثين او هذا يمكن يكون امن او هذا يكون كذا الى اخره لان هو الشيء باغي يديرو في راسه ويروح مباشره لهذا ونعطيك حتى في شخصيات انا نعطيك مثال كنت قلت على باشتارزي انا باشتارزي في فتره معينه لا كنت شبنا نحمله لكن مشيت كبير لان في فتره معينه عرفت كاتب ياسين كاتب ياسين كان ياخذ على باشتارزي يقول لك كان رشيد القسنطيني فكان يستغله يعني رشيد القسنطيني كان ممثل بارع يعني في هذا وهو تقريبا مدمن على شرابي كسمو يربي نسيتو يعني نوع من شراب لكن يغنوه في هذاك الفترة يعني كان في هذا كما احنا كان عندنا في الغرب كتسمى الأغاني ولا الماحية كانت هذه الغنية في هذاك الوقت هذا صوت ماركة يعني تاع فيقول باش ما يشدش باش هذا يحكي كتب ياسين هو كان يكره هذا يقول خاطر كان مزيره وما يخليش يعني يروح يشرب فكان يستغل هذاك الضعف نتاعه في التمثيل باش يلعب بهذه وهذه فانا قعدت لي صوره معينه عبد الكاتب ياسين مدة 10 سنوات وعطى بك التركيبه وبدع كذا تا هو غير الشخص اللي يتكلموا عليه فانا بقات لي نوع من الموقف بلي هذا كان حقار باش تهزي يعني في فتره معينه رغم اني كنت قريت اشياء وكان عجبني لكن هذا قلت هذا كان يستغل في فتره ما لكن مع الوقت ومع الزمن يعني في 90 عاودت ولدت الى قراءه باشتارزي تحررت
من هذه خطر حين كي ما نحبش واحد ما نقرالاش يعني. فأنا كان السلوك هذا تاعي الداخلي تجاوز يعني في هذا نهاري صالحت للتوصيل نعم وهكذا كان لي عالي يفالي نعاود نقرا المذكرات نتاعو خاطر هو شوف راح وما نتبهولهاش كتبت كنت اعتمد بها لأنني كنت في المسرح مثلا باش ترزي اطرح في كتابه هذا الجزء الأول ملحق يتكلم المسرح والدول الإسلامية يقصد تركيا يعني كل هذا وإذا العلاقة بين المسرح والإسلام تقريبا هو من الأوائل اللي طرحوا هذه الإشكالية يطرحها واحد مؤرخ ومنظر اسمه محمد عزيزة محمد عزيزة أنا في التسعينات اهتميت بهذا الموضوع فرجعت محمد عزيزة يقول لك ما كانش علاش ما كانش المسرح عند المسلمين لأنها المسرح هو تراجيديا وغير موجودة في عند الثقافة الحضارة العربية الإسلامية. فلكن ديت كصحافي انهت بالحركة الإسلامية ورجعت إلى التاريخ لقيت باللي الروح نتاع عزيزة ماهيش دقيقة. العكس لقيت باللي في التاريخ المسلمي التراجيديا موجودة في الصلب يعني في هذا المجال. لأن عندما جاء الإسلام وعند قريش قبيلة تاع قريش فتلقى يعني نتكلم عن الموقف التراجيدي فالأسرة انفجرت وعاش حتى كنجيبوا بدر يعني في غزوة مثلا بدر نلقاو الأب من والابن الآخر قال لنا ونعيشوا اللحظة التراجيدية هذا سور لو بلون في اللي تسموه وحتى في الفضاء وهذه ما نرجعش هذا أنا تقريبا درت عليه مثلا مقالة خرجت في مجلة يسموها إيبي أو فرانس في فرنسا نتكلم عن الإسلام والتراجيديا فرجعت إلى بشتارسي كنت كتب شيء مقال عمل جد متقدم يعني فكريا وكذا جد متقدم قعدت في هذيك يكفي من بعد جات الجائحة كورونا أنا كنت مريض عاود قلت والله هالمرة قلت نكتب في شيء آخر قلت نريح ونعاود نقرأ باش تارزي مذكرات باش تارزي وأنا أقرأ المذكرات باش تارزي وكان أشبهها دكتور أمين في مداخلة دار عن الكتاب فنلقى صفحتين يحكي على تركيا وفي صفحتين يحكي على الولايات المتحدة الأمريكية يعني زيارته فحوست نبحث عن شكون يكتب عليها وأصدقاء اللي كانوا مختصين في بشتارزي في التاريخ لقيت ولا واحد يقول لا ما راحش أمريكا نقول له هل قريت كتاب الجزء الأول يقول قريته كان دراسات دكتورة نتاعهم فأنا هذه قلت ممكن من باش ما قلت ممكن ناس مكتبين نشوف واش كتبين لقيت ولا واحد انتبه لأنه كتبها في شيء صغير لكن هذاك الشيء الصغير اللي كان جد مهم كان يشرح دكتور أمين يعني العلاقة تاعها فكانت هذا المجال فهذا خلاني نكتب الحقيقة كتبت على زوج متناقضين يعني هذه الأحكام المسبقة كتبت في نفس الوقت كنت نكتب على بشتارزي دراسة أخرى على سعد الله فسعد الله عنده قبيلتين قبيلة ممجدة لسعد الله وقال شيخ المؤرخين وكذا لكن اكتشف ما قراوهاش في النهاية يعني الكاموسوس ما قراوش وقبيلة أخرى ليشو يختازلوا سعد الله مجرد سرق على أجره ولا كذا وعروبي ومن غير وتلقى سعد الله في أشياء غريبة يعني حتى انفتاحه وزوجته وكذا متقدم جدا فهذا من خلال كتاباته نحكي يعني أنا عرفت مش كثير كصحافي عرفتها بزاف فوا لكن كنت فنكتشف سعد الله اللي راح طالب وراح أمريكا وكيفاش يحكي على تجربته في مسارات قلم خرج الكتاب لكن ما توزعش يعني ما تقراش خاطر مناسبة الثقافة العربية عاصمة الجزائر عاصمة الثقافة العربية فنكتشف ثروة كبيرة عن سعد الله حتى وحتى في مقالاته وين يكون رد فعل وسود لكن أشياء أخرى جد مهمة وتعبر عن سعد الله آخر لا نعرفه يعني في هذا فتلقيت مع أصدقاء مؤرخين ومتميزين لكن في موقع اخر على سعد الله يقول احنا لقينا هذا ماهوش مؤرخ فانا نسال نخلي يقول لي الحركه الوطنيه نقول له لكن هل نجبد الكتب اللي انا قريتهم مباشره وهمشتهم يعني في هذا يقول لك لا ماهوش فهذا العقل الجزائري باش نقول باش ما نضربوش جهه او اخرى هذا مشتركين فيه حتى اللي قال لك انا في ثقافتي علمانيه او قال ثقافتي قوميه او اسلاميه وبالتالي كل
كلهم يفتقدون الى شيء، الى النظره النقديه الحقيقيه. والذي نتمنى ان شاء الله انه هذه تكون فضاء مستمره، نحاول يعني في كل مره، نتمنى ان شاء الله ان تستمر اللقاءات. وكالعاده حميده نقول حاجه ما يحبهاش. لازم هذا جزء من الثقافه. اعطوك هذه تحبها، هذه ما نظنش ما تحبها. جيت محمد راس، اكون جبت حاجه تاع محمد راس، معليش بنت اختها يا راس.